حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نطبع لوجين يدويا من خلال الكمبيوتر او اللابتوب، والحلقة دي مطابقة 3 طبعات G3411 وG3410 وG3415، فلو يهمك الموضوع تابعني بعد فاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخوانا، من ايه اخباركم، ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نطبع على الواجهين يدويا من خلال الكمبيوتر واللابتوب. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح للكمبيوتر على طول ونمشي خطوات واحدة واحدة مع بعض. فيلا بينا. اول حاجة لازم تبقى عارف ان في خطوتين للطباعة على الواجهين يدويا، وان شاء الله هوضح لكم خطوتين في الفيديو ده. اول خطوة معانا ودي هتعتبر اسهل خطوة، وهي انك تروح على كنترول بانل، ولو ما لقيتش كنترول بانل تقدر تبحث عليها في السيرش اللي تحت. يعني لو ما لقيتش كنترول بانل على سطح المكتب هنا، بتنزل في السيرش اللي تحت دوت في البحث اللي تحت وتكتب كنترول بانل وبتظهر لك اهي كنترول بانل، وبعد كده تختارها عادي جدا، ثم بتختار فيو ديفايس اند برينترز، ثم بتقف بالماوس على الطبعه بتاعتك. وانا عندي اكتر من برينتر، البرينتر بتاعتي اهيت، كليك اليمين عليها ثم ننزل على برينتنج بريفرنسز، هيفتح لك قائمه صغيره شويه، ودي القائمه اللي ظهرت عندي، ساعات بتظهر باللغه العربيه وساعات بتظهر باللغه الانجليزيه. هننزل هنا هتلاقي مكتوبه ايه الطباعه على الواجهين يدويا، هتعمل عليها صح كده، وهتلاحظ ان السهم الاحمر دوت ان هو بيقلب الورقه. لو شدت الصح دي هتلاحظ ان هي بقت ورقه ورقه. اول ما تعمل الصح كده فانت بتستخدم خاصيه الطباعه على الواجهين يدويا. عملت الصح واخترت الخاصيه دي، بتنزل تاكد المعلومه، بتعمل ابلاي ثم اوكي، ثم بتروح اي ملف عندك عايز تطبعه، وليكن الملف ده انا عاوز اطبعه، افتحه عادي جدا اللي هو الوورد، وبعد ما يفتح معاك بنضغط على ملف ثم بنختار طباعه، ثم بتتاكد ان الطبعه بتاعتك اللي انت اخترتها كافتراضيه. بتلاحظ ان مكتوب طباعه على كده الواجهين بقت لوحدها اوتوماتيك. هتعمل ايه؟ الموضوع سهل وبسيط، هنعمل طباعه عادي جدا. بتلاحظ ان الطباعه هنا اخد الاوردر من الكمبيوتر، والملف ده مكون من 7 اوراق. لو لاحظنا هنا ان هي طبعه رقم 7 وطبعه رقم 5 وطبعه رقم 3 وطبعه رقم 1، يعني كده الطباعه على الواجهين طبعه الاول الورق بالارقام الفرديه. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنروح لجهاز الكمبيوتر ونشوف هيقول لنا ايه دلوقتي. زي ما انت شايفين هنا بيقول لك اول حاجه الورقه هتطلع، ثم اقلب الورقه، ثم اقلب على ظهرها وحطها في تري الورق. هنعمل ازاي؟ الخطوات كالتالي. الورق طلع كده، قال لك هتقلبها على ظهرها كده، ثم بتلفها كده وتمسكها زي ما هي وتحطها في تري الورق بنفس الوضع، ثم بعد كده بيقول لك اضغط على بدء الطباعه، وزي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا الطباعه الظهر تعالوا نشوف هيحصل ايه. يعني رقم واحد، الصفحه رقم واحد اهي قدامي، وراها الصفحه رقم اتنين، اهي الصفحه رقم واحد اتنين اهيت، والصفحه رقم واحد اهي تمام، الصفحة رقم 3 اهيت، والصفحة رقم 4 اهيت اهي تمام، الصفحة رقم 5 اهيت، والصفحة رقم 6 تمام، ودي الصفحة رقم 7 الفاضية اهيت. كده عرفنا ازاي نطبع على الواجهين بالخطوة السهلة. طب تعالى نعرفه ازاي نطبع على الواجهين بالخطوه الصعبه. هيفتح الملف من تاني اللي انت عايز تطبعه، ونعمل كنترول بي انك عايز تطبع، ثم بيفتح لك قائمه الطباعه، وبتيجي هنا جنب الصفحات في خانه فاضيه بنكتب فيها الارقام الفرديه. ازاي نكتب الارقام الفرديه الاول؟ عشان لو كتبتها زوجيه الاول ممكن الطباعه تكعبل معاك. هنكتب 1 ثم فاصله، 3 ثم فاصله، 5 ثم فاصله، 7. طب الفاصله دي جبناها ازاي؟ الفاصله دي عملناها لو احنا خلينا اللغه الانجليزيه للكتابه فهي هتبقى حرف الواو بس بالانجليزي، اما لو انت مخلي الكتابه باللغه العربية فهي هتبقى شيفت واو. كتبنا 1 3 5 7 ارقام فرديه تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل طباعه. هنلاحظ ان الطبعه اخدت الاوردر دلوقتي حالا. Thank you.
وبعد ما خلصنا الطباعة بتاعتنا على الأرقام الفردية هنعمل كالتالي. ادي السبعة رقم فردي، تمام، الخمسة رقم فردي، عندك التلاتة رقم فردي، وعندك الواحد رقم فردي. هنعمل ايه؟ هنمسك الورق زي ما هو كده ونقلبه بالطريقة دي كده، ثم نلفه برضو ونحطه في التري الورق، ثم نروح للكمبيوتر ونعمل الطباعة على الأرقام الزوجية. هنعمل برضو كنترول بي ونقف هنا عند الصفحات ونكتب كالتالي 2 4 6، ده الورق اللي متبقي عندك اللي ما اتطبعش. لازم نتاكد ان هم ارقام زوجيه 2 4 6، ما فيهمش ارقام فرديه. هنعمل ايه؟ هنعمل طباعه. هنلاحظ ان الطابع بدات تاخد اوردر. وزي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا الطباعة هنلاقي رقم واحد قدامنا هي، وراها رقم 2، ورقم 3 هي، وراها الصفحة رقم 4، والصفحة رقم 5، وراها رقم 6، ولكن رقم 7 مش هتتسحب لان هي مفيش رقم 8، فبالتالي انت بتسيبها برده. ده لو عندك رقم فردي مفيهوش رقم زوجي. كده عرفنا ازاي نطبع مدور مرة من خلال خاصية الطباعة الوجين يدويا من داخل اعدادات الكمبيوتر بالطابعة، ومرة عرفنا ازاي نطبع الوجين يدويا من خلال الارقام الزوجية والارقام الفردية. طب وليكن انا عايز اطبع ملف بي دي اف، ايه الخطوات ازاي؟ هنروح للكمبيوتر ونمشي خطوة واحدة واحدة مع بعض، وان شاء الله تبقى سهلة وبسيطة عليكم. يلا بينا. هنختار اي ملف بي دي اف عندك، وليكن الملف ده نفتحه عادي جدا. هنروح هنا على علامه الطابعه ونضغط ضغطه واحده، هنختار طباعه على جانبي الوجه، ثم نعمل طباعه. هنلاحظ ان الطبع اخذ اوردر من الكمبيوتر. وبعد ما خلصنا الطباعة على الوجهين هنلاحظ ان الملف بي دي اف اللي اتطبع علينا طبع علينا بالارقام الفردية فقط، اللي هي 7 5 3 1. لو جينا عند جهاز الكمبيوتر دلوقتي هتلاقيه كاتب لك نفس اللي كان كاتبه لك في الوضع السهل للطباعة على الوجهين. هنعمل ايه؟ هنعمل زي الوضع الاول. بعد ما حطينا الورق على ظهره زي ما مكتوب في التعليمات هنا، هنضغط على بدء الطباعة. الورقة ديت كان مطبوع عليها قبل كده عشان ما تلخبطوش بس. وبكده خلصنا الطباعة على الوجهين يدويا في البي دي اف. ادي رقم واحد، هتلاقي هنا رقم 2، معلش الورقة دي كان مكتوب عليها قبل كده، دي رقم 2، رقم 3، رقم 4 اهي، رقم 5، وادي رقم 6، وادي رقم 7. وعلى ما اتوقع الوضع الاولاني اللي هو الوضع السهل ده هو يعتبر اسهل وضع للطباعة على الوجهين يدويا. طب دلوقتي انا سبت اعدادات الطبع على انها تطبع على الوجهين يدويا، لو انا سبت الاعدادات زي ما هي اي ورق هيتطبع على الوجهين. طب انا دلوقتي عايز ارجعها ان تطبع على الوجه الواحد زي الاول، هنعمل ايه؟ هنروح على كنترول بانل ونروح عند فيو ديفايسز اند برينترز، ثم نروح على الطبعه بتاعتنا كليك يمين عليها، ثم برينتنج بريفرنسز، ثم هنلاحظ ان الاعداد متظبطه على الطباعه الوجهين يدويا اهيت. هنشيل الصح من هنا اهيت، ثم نختار ابلاي، ثم اوكي. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.